صباح الخير ونهاركم جميل. مداخلة جديدة بعنوان الفلسفة التحليلية بين اللغة الطبيعية والكلام العادي. وقد ما كانت الفلسفة التحليلية هي الحركة الفلسفية الأكاديمية المهيمنة في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية وفي بلدان شمال أوروبي منذ بداية القرن العشرين وحتى حوالي السبعينات أو الثمانينات، وربما منذ ذلك الحين تتميز عن الفلسفة القارية التي أخذت اسمها من القارة الأوروبية، وهي الفلسفة السائدة في معظم البلدان غير الناطقة بالإنجليزية. وكان مؤسسو الفلسفة التحليلية فلاسفة كامبريدج مثل مور وبرتراند راسل، وربما جاء أقوى زخم لها من رد فعلها ضد المثالية البريطانية ورفضها لهيجل والهيجلية. ومع ذلك تأثر كل من مور وراسل وخاصة من راسل بشدة بالفيلسوف وعلم الرياضيات الألماني غوتلوب فريغي والعديد من مؤيدي الفلسفة التحليلية مثل لودفيغ فيتجنشتاين ورودولف كارناب وكورت غوديل وكارل بوبر وهانس رايشنباخ وهربرت فيجل، وجاء أوتو نيوراث وكارل هامبل من ألمانيا والنمسا. تطورت الفلسفة التحليلية في المقام الأول في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية وفي بريطانيا، خلف راسل ومور برود ولوزان ستيبينغ وجيلبر رايل وآير وويليام نيل وأنسكومب وجيتش وآخرين في أمريكا. قاد الحركة العديد من المهاجرين الأوروبيين المذكورين إلى ماكس بلاك وأرنست ناجيل وتشارلز ستيفنسون ونورمان مالكولم وويلارد فان أورمان كوين وسيلارز ويلفريد ونيلسون جودمان وآخرين، في حين أن جون باس مور وسمارت كانوا بارزين في أستراليا. يعني كان المنطق وفلسفة اللغة من الخطوط المركزية للفلسفة التحليلية منذ البداية، على الرغم من أن هذه الهيمنة تظاهرت بشكل كبير في الجزء الأخير من القرن العشرين. نشأت عدة خطوط فكرية من الجزء المبكر متعلق باللغة والمنطق من تخليل تراث الفلسفة التحليلية هذا، وتشمل هذه الوضعية المنطقية أو التجربية المنطقية والذرية المنطقية أو الذرية التجريبية والمنطق وفلسفة اللغة العادية. كانت دائرة فيينا مركزا للوضعية المنطقية والتجربية المنطقية، وعمل موريس شليك ورودولف كارناب أعضاء آخرين في الدائرة، ومبدأ التحقق والتمييز التحليلي التركيبي ورفض الميتافيزيقا والعاطفة في الأخلاق والجماليات. يمكن اعتبار كتاب آير الصغير ولكنه شديد التأثير اللغة الحقيقة والمنطق بمثابة بيان موجز ومقدمة للوضعية المنطقية للعالم الناطق باللغة الإنجليزية في الثلاثينيات من القرن الماضي، يعني القرن العشرين. مع مجيء النازية كانت هناك هجرة كبيرة للمنطقيين وعلماء من أوروبا القارية إلى بريطانيا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وأماكن أخرى في العالم غير النازي. في الخمسينيات من القرن الماضي بدأت برامج الوضعيين المنطقيين والتجريبيين المنطقيين في الانهيار لأسباب داخلية وخارجية. مقال كوين لعام 1951 عقيدة تاني للتجريبي التخلص من التمييز التحليلي التركيب المفترض والاختزال، يعني الاعتقاد بأن كل بيان ذي مغزى يعادل بعض البناء المنطقي على المصطلحات التي تشير إلى التجربة المباشرة كما قال كوين، كانت مركزية في زوال الوضعية المنطقية. أظهر مقال هامبل المشكلات والتغيرات في المعيار التجريبي للمعنى المنشور عام 1950 أيضا مشاكل منطقية ومشكلات أخرى متأصلة في مفاهيم الاختبار التجريبي وإمكانية التحقق وقابلية التزييف قابلية الدحث والتأكيد وقابلية الترجمة إلى لغة تجريبية كمعيار للإدراك لإدراك المعنى. يعني أثبتت هذه الأعمال وغيرها والتي كتبها مؤيدو الوضعية المنطقية أو التجريبية المنطقية أنها مدمرة للبرنامج. من الممكن تقسيم يعني الفلسفة التحليلية إلى سلالتين أو معسكرين: فلسفة اللغة العادية بقيادة
يعني جون ليه يأتي هذا الاستراحة فوق السؤال عما إذا كان يجب إجراء التحليل بشكل أساسي من خلال اللغة العادية، أو ما إذا كان يجب أن يحتوي على عنصر المنطق الرسمي واللغة الرسمية. كما تتضمن الفلسفة التحليلية وما بعد التحليل لاحقة عملا مكثفا في الأخلاق مثل ما قامت به في فيليبا فوت أو هير أو ماكي أو أرزادير ماكنتاير، قام به نعم مثل ما قام به وآخري. الفلسفة السياسية كما فعل بشكل خاص جون راولز وروبير نوزيك، الجماليات كما بحثها مورو برادسلاي وريتشارد ويلهايم وآرثر دانتو، وفلسفة الدين كما درسها ألفين بلانتينجا وريتشارد سوينبورن. نفذ فلاسفة اللغة من قبل العديد من نفذ نفذ فلسفة اللغة من قبل العديد من الفلاسفة بما في ذلك دافيد كابلان وشاور كريبك وريتشارد مونتاج وهيلاري بوتنام وكوين وناثان سالومون وجون سير، وفلسفة الذهن كما درسها دانيال دانيت ودافيد تشالمرز وهيلاري بوتنام وآخرون. ظهرت الميتافيزيقا التحليلية أيضا في أعمال شاول كريبك ودافيد لويس وناثان سالومون وبيتر فان إنباشجن وستراوزن وآخرين. هذا في مستوى التاريخ. الآن مصطلح الفلسفة التحليلية في حد ذاته، ما المقصود بذلك؟ مصطلح الفلسفة التحليلية غامض إلى حد ما، وله ثلاث معاني: العقيدة والطريقة والتقاليد. المذاهب التي تسمى غالبا الفلسفة التحليلية هي الوضعية المنطقية والذرية المنطقية أو الذرية التجريبية. بشكل فضفاض يمكن أن يشير المصطلح أيضا إلى فلسفة اللغة العادية الكلام العادي أو فلسفة الفطرة السليمة أو بعض مزيج مما سبق. كان هذا الاستخدام منطقيا إلى حد ما حتى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان أبرز الفلاسفة التحليليين يشاركون بشكل عام في عدد قليل من برامج البحث ذات السيلة ويلتزمون بأطروحات أساسية مماثلة، لكنها مضللة بشكل متزايد، حيث يلتزم عدد قليل جدا من الفلاسفة التحليليين المعاصرين بأي من هذه المدارس. ناهيك عنها جميعا، إن مساواة الفلسفة التحليلية الحديثة بالوضعية المنطقية أو افتراض أنها تشبه إلى حد كبير الوضعية المنطقية هو خطأ شائع. طريقة الفلسفة التحليلية هي منهج معمم للفلسفة يرتبط في الأصل بمشاريع التحليل المنطقي، ويؤكد في الوقت الحاضر على منهج واضح ودقيق مع إيلاء وزن خاص للحجج والأدلة وتجنب الغموض والاهتمام بالتفاصيل. لقد جعل هذا العديد من الموضوعات الفلسفية الأكثر ملائمة للتخصص والعمل الدقيق، كما جعل العديد من الكتابات أكثر تقنية مما كانت عليه في الماضي. يمكن القول أنها أدت أيضا إلى أن الفلسفة لديها قدر أقل من نطاق معنى الحياة الكاسح المرتبط عموما بالمصطلح، وأحيانا يواجه نقاد الفلسفة التحليلية هذه النقطة ضدها. من ناحية أخرى يمكن القول أنها أضافت التركيز والصرامة مما سمح بالنقاش والحد من حديث الفلاسفة مع بعضهم البعض. بدأ تقليد الفلسفة التحليلية مع غوتلوب فريجي وبرتراند راسل، وظهر أعمال فلاسفة تحليليين آخرين منذ ذلك الحين، وتتميز عادة بجهدها في توضيح القضايا الفلسفية بالتحليل والصرامة المنطقية. يعني العلاقة الآن بين الفلسفة التحليلية والفلسفة القرية هنا تستحق يعني هذه العلاقة دراسة. يشير مصطلح الفلسفة التحليلية جزئين إلى حقيقة أن معظم هذه الفلسفة تعود جذورها إلى حركة التحليل المنطقي في أوائل القرن العشرين. يعمل المصطلح جزئين على التمييز بين التحليلي وأنواع الفلسفة الأخرى وخاصة الفلسفة القرية. تشير الفلسفة القرية بشكل أساسي إلى الفلسفة التي تطورت في أوروبا القارية بعد هيجل إلى حد كبير، إلى استجابة للحداثة أو الفلسفة الحديثة التي تطورت منذ ديكارت إلى هيجل. كانت الحركة الفلسفية الرئيسية للفلسفة القرية هي الفينومينولوجيا التي بدأها إدموند هوسير وتبع مارتن هايدوغير. تطورت الفلسفة التحليلية كرد فعل ضد التأثير القوي لهيجل وخاصة ضد هايدوغير.
اعتبر معظم الفلاسفة التحليليين أنفسهم تجريبيين، واعتبروا هيوم أعظم وأهم سلف فلسفي لهم. نظر الفلاسفة التحليليون إلى فلسفة هيجل على أنها غامضة وجديدة، وأن فلسفة هايدغير عدوانية وقمعية الظلامية والتحطيم ويعني الغموض، يعني ربما نعم الغموض. بدأ الانقسام بين الاثنين، بين الفلسفة التحليلية والفلسفة القرية، في وقت مبكر من القرن العشرين. روج الوضعيون المنطقيون في عشرينات القرن الماضي لرفض منهج الميتافيزيقا وعداء معمما للمفاهيم الميتافيزيقية التي اعتبروها لا معنى لها أو خاطئة، على سبيل المثال الله، الروح غير المادية، أو المسلمات مثل الإحمرار. كان هذا في نفس الوقت الذي كان فيه هايدغير يهيمن على الفلسفة في ألمانيا ويصبح مؤثرا في فرنسا، وأصبح عمله موضع سخرية كبير في أقسام الفلسفة الناطقة بالإنجليزية. بينما كان الفلاسفة القريون يتابعون القضايا الميتافيزيقية التقليدية والأبعاد الاجتماعية والسياسية والتاريخية للمعرفة، ركز الفلاسفة التحليليون على التحليلات المنطقية للغات. اتخذت هاتين الحركتين مسارين مختلفين دون الكثير من التواصل. تجاهل الفلاسفة التحليليون الفلسفة القرية على أنها غامضة ولا معنى لها، بينما نظر الفلاسفة القريون إلى الفلسفة التحليلية على أنها سطحية وضحلة. أثر الانقسام على أقسام الفلسفة المختلفة للتعليم العالي. سيطرت الفلسفة التحليلية على معظم أقسام الفلسفة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما هيمنت الفلسفة القارية على أقسام الفلسفة في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في أوروبا القارية. ومع ذلك فقد نما كل تقليد وتطور إلى أنماط وأشكال متنوعة. لم يعد الانقسام بين هاتين الحركتين اليوم حادا كما كان في أوائل القرن العشرين، كما أن صياغة يعني العملة التحليلية والقارية هي مشكلة أيضا. يشير مصطلح تحليلي بشكل تقليدي إلى طريقة فلسفية، طريقة الفلسفة، بينما يشير مصطلح قاري إلى أصل جغرافي بالأحرى. ولهذا السبب فإن تمييز مظلل إلى حد ما. كان الآباء المؤسسون للفلسفة التحليلية فريجي وفيتجنشتاين وكرناب والوضعيون المنطقيون دائرة فيينا والتجريبيون المنطقيون في برلين والمنطقيون البولنديون جميعا من منتجات قارة أوروبا. الكثير من الفلسفة في ألمانيا وإيطاليا اليوم معظمها في بلدان الشمال الأوروبي، الجزء الأكبر منها منتشر في بقية القارة وفي أمريكا اللاتينية، وهو بالمثل فلسفة تحليلية. تعقد الجمعية الأوروبية للفلسفة التحليلية مؤتمرات على مستوى القارة كل 3 سنوات. على العكس من ذلك فإن الفلسفة القارية يتم متابعتها اليوم ربما من قبل عدد أكبر من الناس في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية أكثر من أي مكان آخر. إذا كان ذلك في المقام الأول في أقسام الأدب المقارن أو الدراسات الثقافية، يدعي الكثير من الناس الآن أن التمييز فشل، أن موضوع الفلسفة القارية يمكن دراسته باستخدام الأدوات التقليدية للفلسفة التحليلية. إذا كان هذا صحيحا فقد تكون عبارة الفلسفة التحليلية زائدة عن الحاجة أو ربما معيارية كما في الفلسفة الصارمة. تشير عبارة الفلسفة القارية مثل الفلسفة اليونانية إلى فترة تاريخية معينة أو سلسلة من المدارس في الفلسفة مثل الفلسفة الألمانية أو الفلسفة الماركسية أو التحليل النفسي والفلسفة الوجودية. يعني والفينومينولوجيا وما بعد البنيوية. فشلت الفلسفة التحليلية بموجب تفسير واحد بأنوارها المنهجية يعني الخاصة بها في إظهار اللا معنى أو الوهمية للمفاهيم التي هاجمتها. في وقت مبكر من عام 1959 أعلن جون باسمور أن الوضعية المنطقية ماتت أو ميتة مثل أي حركة فلسفية. الوضعية المنطقية في موسوعة الفلسفة بول إدواردز محرر مجلد 5/56. وفق عدد قليل من الفلاسفة التحليليين اليوم على أن لديهم أي شيء مثل نظرية دقيقة ومثبتة حول المصطلحات التي لها معنى وأيها لا معنى لها، إن مجلات الفلسفة التحليلية المعاصرة سواء كانت جيدة أو سيئة غنية بالميتافيزيقا مثل أي فيلسوف قاري. يعني الشكلية أو السورية واللغات الطبيعية يعني
هذا الاهتمام الأول للفلسفة التحليلية. الهدف من المنهج التحليلي هو توضيح المشكلات الفلسفية من خلال فحص وتوضيح اللغة المستخدمة للتعبير عنها، وقد أدى ذلك إلى عدد من النجاحات. المنطق الرمزي والجوانب الأخرى للمنطق الحديث، وإدراك الأهمية الأساسية للمعنى والمرجع في بناء المعنى، والتمييز بين النحو والدلالات في دراسة اللغة، ونظرية عدم الاكتمال عند كيرت جودل وبرت راند، نظرية الأوصاف المحددة لراسل، ونظرية كار بوبر في قابلية الدحث، ونظرية الحقيقة الدلالية لألفريد تارسكي. الآن الفلسفة التحليلية للغة العادية نسج خطين رئيسيين من خلال التقليد التحليلي. يسعى المرء إلى فهم اللغة من خلال الاستفادة من المنطق السوري، واللغة السورية أو المركبة، أي أنها تسعى بطريقة أو بأخرى إلى إضفاء الطابع السوري على الطريقة التي يتم بها الإدلاء بالتصريحات الفلسفية. يسعى الخيط الآخر إلى فهم الأفكار الفلسفية من خلال بحث دقيق وشامل يعني للغة الطبيعية، تسمى عادة اللغة العادية أو اللغة التي يتحدث بها الناس عادة، مثل اللغة الإنجليزية المنطوقة أو الألمانية أو الفرنسية المستخدمة للتعبير عنها، عادة باستخدام بعض التأكيد على أهمية الفطرة السليمة في التعامل مع المفاهيم الصعبة. يمكن إرجاع هذه الحركة أو الفكرة الفلسفية جزئين على الأقل إلى أعمال مور، ويعتقد عادة أنه كان له أكبر دعاة له في مثل جون أوستين وعمله في أكسفورد، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حتى وفاته المفاجئة عن عمر 59 عام سنة 1960. في الواقع كثيرا ما يطلق على الفلسفة التحليلية للغة العادية فلسفة أكسفورد. إلى جانب أوستين، ارتبطت فلسفة اللغة العادية بفلاسفة مثل رايل وجون إير سور وآخرين، على الرغم من أنه كان في كامبريدج وليس أكسفورد، إلا أن العمل اللاحق للودفين فيتجنشتاين كما يتجسد في كتابه الأزرق والبني يعني كارني بلو كارني بران، وتحقيقاته الفلسفية المنشورة بعد وفاته لزانفستيغاسون فيلوزوفيك، كان أيضا مهما بشكل خاص ومؤثر لهذا الشكل من الفلسفة التحليلية. تم تنفيذ حركة أكسفورد من قبل خلفاء أوستين، لكن لم يكن أي منهم ماهرا أو بارعا كما هو الحال في شكله لتحليل اللغة العادية، وقد اختفت في الغالب اليوم كفرع منفصل، ومن الواضح أنه يمكن تمييزه من عن الفلسفة التحليلية. ولكن في الوقت الذي برز فيه الاهتمام بالنسبة لأولئك الفلاسفة الذين انجذبوا إلى الفلسفة التحليلية، ولكنهم شجبوا ما اعتبروا أخطاء وضيق الوضعية المنطقية أو التجربية المنطقية، غالبا ما كان ينظر إلى عمل أوستين وزملائه على أنه نسمة هواء جديدة ومنشطة، بدلا من النظر إلى المشكلات الفلسفية من منظور المنطق السوري. تحاول فلسفة اللغة العادية التعامل مع الاستخدام العادي للمصطلحات اللغوية المرتبطة بمثل هذه المشكلات، بينما تركز الوضعية المنطقية على المصطلحات المنطقية والعلاقات المنطقية، والتي من المفترض أن تكون كونية ومنفصلة عن العوالم عن العوامل العرضية مثل الثقافة واللغة والظروف التاريخية. أكدت فلسفة الكلام العادي على استخدام اللغة من قبل الناس العاديين. قد يقال إذن أن فلسفة الكلام العادي لها أساس اجتماعي أكثر، لأنها تركز بشكل أساسي على استخدام اللغة في السياقات الاجتماعية. غالبا ما تم استخدام فلسفة الكلام العادي لتفريق المشكلات الفلسفية من خلال تعريضها لسوء فهم أساسي فيما يتعلق بالاستخدام العادي للمصطلحات اللغوية ذات السيلة. يعني في الواقع هذا واضح عند رايل، يعني رايل هو الذي فعل ذلك، أو الذي حاول التخلص مما أسماه أسطورة ديكارت عن شبح في الآلة، وكذلك فيتجنشتاين من بين آخرين. في السبعينات من القرن الماضي تم التحقيق في دلالة اللغة العادية الكلام العادي من قبل اللغوي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نعوم تشومسكي،
والفلاسفة مثل دونالد دافيدسون وستراوزن ومايكل دوميت وجون ماكدويل وآخرين. يتشابك هذان الخيطان، اللغة السورية مقابل فلسفة الكلام العادي، وأحيانا يتعارض كل منهما مع الآخر، وأحيانا متطابقان تقريبا. الأكثر شهرة بدأ فيتجنشتاين في معسكر يعني التقليد السوري، لكنه انتهى به المطاف في معسكر اللغة الطبيعية. نأتي الآن إلى دراسة تحليل الذرية المنطقي أتوميزم لوجيك. تعود أصول الفلسفة التحليلية إلى تطوير جوتلوب فريج للمنطق الأصلي. سمح ذلك بمجموعة أوسع بكثير من الجمل ليتم تحليلها في شكل منطقي. اعتمد برتناند راسل كأداة فلسفية أساسية له، أداة يعتقد أنها يمكن أن تكشف البنية الأساسية للمشاكل الفلسفية. على سبيل المثال، يمكن تحليل الكلمة الإنجليزية إيز بثلاث طرق مختلفة على الأقل. في القطة النائمة تشير الإشارة إلى أن مجهول هو يعني مجهول في قضية، في توجد قطة، الوجود يقول أن هناك قطة. في ثلاثة هو نصف ستة، المتطابقة تقول أن مجهول هو نفسه يعني ب. سعى راسل إلى حل العديد من القضايا الفلسفية من خلال تطبيق مثل هذه الفوارق الواضحة والنظيفة، وأشهرها في حالة ملك فرنسا الحالي. الجهاز الذي استخدمه كجندي نمساوي شاب وسع فيتجنشتاين وطور مذهب راسل المنطقي للنظام شامل في كتاب موجز رائع، الرسالة المنطقية الفلسفية، كتبه سنة 1921. وقل هذا الكتاب: العالم هو وجود حالات معينة. الجمل الافتتاحية الشهيرة للكتاب هي: العالم هو كل ما يحدث، العالم هو مجموع الحقائق وليس الأشياء. بعد بضع جمل تم الإعلان: الحقائق في الفضاء المنطقي هي العالم. يعتقد فيتجنشتاين أنه يمكن تعبير عن هذه الحالات بلغة المنطق الأصلي من الدرجة الأولى، لذلك يمكن بناء صورة للعالم من خلال التعبير عن الحقائق الذرية في الافتراضات الذرية، ربطها باستخدام عوامل منطقية ترتبط إحدى الحركات المركزية في الفلسفة التحليلية ارتباطا وثيقا بهذا البيان من مصطلح على تسميته تراكتاكوس أو الرسالة المنطقية الفلسفية. وخاصة القول الشهير: حدود لغتي تعني حدود عالمي. هذا الموقف يعني هو أحد الأسباب العلاقة الوثيقة بين فلسفة اللغة والفلسفة التحليلية. اللغة من وجهة نظر هذه هي الأداة الرئيسية، أو ربما الأداة الوحيدة للفيلسوف. بالنسبة لفيتجنشتاين والعديد من فلاسفة التحليل الآخرين، تتمثل الفلسفة في توضيح كيفية استخدام اللغة. الأمل هو أنه عندما يتم استخدام اللغة بشكل واضح، نجد أن المشاكل الفلسفية تتلاشى. يعرف هذا الرأي أحيانا بالهدوء. اعتقد فيتجنشتاين أنه وضع الحل النهائي لجميع المشكلات الفلسفية، لذلك ذهب ليصبح مدرسا في مدرسة. ومع ذلك قد أعاد النظر في وقت لاحق في عدم كيفية الذرية المنطقية، ووسع فلسفة اللغة من خلال كتابه بعد وفاته تحقيقات فلسفية. نأتي الآن إلى فلسفة الذهن والعلوم العرفانية كجزء كجزء من تقاليد الفلسفة التحليلية. فلسفة الذهن والعلوم العرفانية كان أحد فروع الفلسفة التحليلية، مهتم بشكل خاص بمعرفة عادة بفلسفة الذهن أو العلم العرفاني. بعض الشخصيات البارزة هنا هي بول تشيرشلاند وباتريشيا تشيرشلاند ودانيال دينيت. كذلك الإيتيقا في الفلسفة التحليلية كأثر جانبي للتركيز على المنطق واللغة في السنوات الأولى من الفلسفة التحليلية، كان التقليد في البداية القليل يقول حول موضوع الأخلاق. كان الموقف منتشرا بين التحليلات المبكرة بأن هذه الموضوعات كانت غير منهجية وتعبر فقط عن مواقف شخصية حول ما يمكن أن يكون للفلسفة القليل أو لا شيء لتقوله. لاحظ فيتجنشتاين في الرسالة المنطقية الفلسفية أن القيم لا يمكن أن تكون جزء من العالم، وإذا كان أي شيء على الإطلاق فيجب أن تكون خارج العالم أو خارجه بطريقة ما. ومن ثم فإن اللغة التي تصف العالم لا يمكنها أن تقول شيئا عنها، عن القيم. هذه أهم قرار اتخذه فيتجنشتاين.
يعني نعيد القيم. القيم لا يمكن أن تكون جزء من العالم، وإذا كانت أي شيء على الإطلاق فيجب أن تكون خارج العالم أو خارجه بطريقة ما. ومن ثم فإن اللغة التي تصف العالم لا يمكنها أن تقول شيئا عنها. وجد أحد التفسيرات لهذه الملاحظات تعبيرا في عقيدة الوضعيين المنطقيين أن العبارات حول القيمة بما في ذلك جميع الأحكام الأخلاقية والجمالية مثل الإدعاءات الميتافيزيقية لا معنى لها حرفيا، وبالتالي فهي غير معرفية، أي لا يمكن أن يكون أن تكون إما صحيحة أو خاطئة. وكذا انتقلت الفلسفة الاجتماعية والسياسية والاستتيقة أو علم الجمال إلى والعديد من الموضوعات المتخصصة مثل فلسفة التاريخ إلى هامش فلسفة اللغة الإنجليزية لبعض الوقت. بحلول الخمسينات من القرن الماضي بدأت المناقشات في ظهور حول ما إذا كانت البيانات الأخلاقية غير معرفية بالفعل، وكان الأمر كذلك. فكيف جادل ستيفنسون للتعبير ودافع آرام هير عن وجهة نظر تسمى التوجيهات الكونية؟ ساهمت فيليب فوت بعدة مقالات تهاجم كل هذه المواقف، وأدى انهيار الوضع المنطقي كبرنامج بحث متماسك إلى تجديد الاهتمام بالإخلاق والإيتيق. الآن الفلسفة السياسية لم يكن للفلسفة التحليلية، ربما لأن أصلها يكمن في نبذ فلسفة هيجل والهيجلية مثل ماركس. القليل تقوله عن الأفكار السياسية في معظم تاريخها تم تغيير هذا جذريا وبشكل فردي تقريبا من قبل جون راوس في سلسلة من الأوراق من الخمسينات فصاعدا، أبرزها مفهومان للقواعد والعدالة كإنصاف، والتي بلغت ذروتها في كتابه نظرية العدالة في عام 1971، وتقديم أسس فلسفية للدفاع عن دولة الرفاه الليبرالية. تبع ذلك في وقت قصير كتاب زميل راولز روبير نوزيك، يعني الدولة والفوضى واليوتوبيا، وهو الدفاع عن ليبرتارية السوق الحرة. بعد ذلك نأتي إلى الماركسية التحليلية. تطور آخر مثير للاهتمام في مجال الفلسفة السياسية كان ظهور مدرسة تعرف باسم الماركسية التحليلية. يسعى أعضاء هذه المدرسة إلى تطبيق تقنيات الفلسفة التحليلية جنبا إلى جنب مع أدوات العلوم الاجتماعية الحديثة مثل نظرية الاختيار العقلاني لتوضيح نظرية كارل ماركس وخلفائه. أشهر عضو في هذه المدرسة هو فيلسوف جامعة أوكسفورد كوهين، الذي عمل في عام 1978 بعنوان نظرية التاريخ لكارل ماركس الدفاع. ينظر إليه عموما على أنه يمثل نشأة هذه المدرسة الماركسية التحليلية. في هذا الكتاب حاول كوهين تطبيق أدوات التحليل المنطقي واللغوي لتوضيح والدفاع عن مفهوم ماركس المادي للتاريخ. ومن بين الماركسيين التحليليين البارزين الخبير الاقتصادي جون رومر وعالم الاجتماع جون إلستر وعالم الاجتماع إريك أولين رايت. حاول كل هؤلاء الأشخاص البناء على عمل كوهين من خلال جلب أساليب العلوم الاجتماعية الحديثة مثل نظرية الاختيار العقلاني لتكملة استخدام كوين للتقنيات الفلسفية التحليلية في تفسير النظرية الماركسية. بعد ذلك نأتي إلى الجماعاتيين. يقدم الجماعاتيون مثل ألسيدير ماكنتاير والفيلسوف تشارلز تايلور ومايكل والزير وآخرين نقدا للليبرالية، وخاصة الشكل التحرري للليبرالية الذي يستخدم تقنيات تحليلية لعزل الافتراضات الرئيسية للفردانيين الليبراليين مثل راولز، ثم ينتقل إلى تحدي هذه الافتراضات. على وجه الخصوص يتحدى الجماعاتيون الافتراض الليبرالي بأن الفرد يمكن أن ينظر إليه على أنه مستقل تماما عن المجتمع الذي يعيش فيه وينشأ فيه. بدلا من ذلك يدفعون باتجاه مفهوم الفرد ويؤكدون على دور الذي يلعبه المجتمع في تشكيل قيمه أو قيمها وعملية التفكير والآراء. خاتمة فلسفة ما بعد التحليل أو الفلسفة ما بعد التحليلية. في عام 1985 تم نشر كتاب بعنوان فلسفة ما بعد التحليلية من قبل جون راشمان، ثم في جامعة فوردهام وكورنيل ووست، ثم في جامعة بيل ديفينتي من قبل مطبعة جامعة كولومبيا. تكون الكتاب من سلسلة من المقالات، واحدة لكل من المحررين والآخرين بقلم ريتشارد رورتي وهيلاري بوتنام وآرثر
دانتو وستانلي كافيل ودونالد دافيدسون وتوماس كون وجون راولز وستة آخرين. في أول مقال في هذا الكتاب بعنوان الفلسفة في أمريكا اليوم يدعي راشمان أنه على الرغم من أن الفلسفة التحليلية قد أنتجت عملا انتقليا لامعا وحظيت بنجاح مؤسساتي مذهل وأصبحت فلسفة السائدة في البلدان الرأسمالية اليوم، إلا أن برامجها الأساسية تم تقويضها على وجه التحديد من خلال عملها الفني، مما يترك بعض الشكوك حول الكيفية التي يمكن أن تستمر بها الآن. يكتب لقد تم تحدي فكرة التحليل المنطقي، قد ليكون هناك شيء مثل منهج منطق العلم، ادعاء جادله بشدة بول فايرباند في كتابه ذات المنهج. يتابع راشمان قائلا قد ليكون هناك شيء مثل الجمل التحليلية، كانت فكرة الجمل التحليلية مركزية للوضعية المنطقية، ولكن تم دحضها في دروغوميز كين اثنين من التجريبية، ولا شيء يحلله الفلاسفة التحليليين. ويخلص إلى أن رورتي يضعها بصراحة، فكرة التحليل المنطقي انقلبت على نفسها وانتحرت بطيئا. ويواصل راشمان القول بأن الكتاب عن اتجاهات الجديدة في الفلسفة الأمريكية بعد التحليل يكتب لا يتعلق الأمر بوضع حد للفلسفة، ولكنه يتعلق بأنواع جديدة من الفلسفة التي قد تنشط الجدل الفكري الأمريكي. يقول أن الكتاب يركز على ثلاث مجالات رئيسية للفكر والبحث تبلورت حول فلسفة ما بعد التحليل: النظرية الأدبية وتاريخ العلوم والفلسفة السياسية. لاحقا قام بتفسير الفلسفة السياسية ولا سيما في ضوء عمل جون راولز كنظرية أخلاقية، وكان الكتاب أمريكي وكان جميع المؤلفين أمريكيين، وكان التركيز على فلسفة ما بعد التحليل في أمريكا. ومع ذلك بالتبعية قد تشير أيضا إلى أن الفلسفة التحليلية كما كانت تعرف في أوجها قد ماتت الآن في جميع أنحاء العالم، وانتقلت الأساليب والمصالح الجديدة الآن إلى الفراغ الذي خلفه زواله. هذا يعني أننا الآن في عصر فلسفة ما بعد التحليل. فما هي طبيعة هذه الفلسفة ما بعد التحليلية؟ وهل هي مفيدة؟ وهل هي قادرة على مواجهة المشاكل والأزمات المعقدة والمركبة التي تعاني منها البشرية في الطبيعة والمناخ والبيئة، وأيضا حتى في الاقتصاد والمال وفي الاجتماع والسياسة وبالخصوص في الأخلاق والإيتيق والدين والأمور المعنوية؟ شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة بإذن الله.